السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم وأدعوكم التواصل معنا عبر حلقة جديدة من برنامج فضاءات، نبدأها بهذه الجولة في آخر الأخبار والإصدارات الثقافية. منذ صغاره وهو يمارس النقش على الحجر، وبتشجيع من الأهل والأصدقاء صار نحاتاً معروفاً وله مشاركات محلية ودولية، وأصبح مدرباً للشباب على فن النحت. مزيداً من التفاصيل عبر هذا التقرير. توجهت بالفن في مرحلة الابتدائية، كنت أمارس الطين والرسم منذ الصغر، وفي المرحلة المتوسطة طورت نفسي وشاركت مسابقة على مستوى المدارس،
اتجهت بالمرحلة اللي قدمت على المعهد الفنون الجميلة في سنة 2004 وتخصصت في مادة الرسم. ما كان أكو قسم نحت، فخمس سنين أنا بالمعهد اتجهت مجال الرسم. من خلال دراستنا في المرحلة الأولى كان له تأثير مباشر على أعمالنا من خلال إعطاء ملاحظات قيمة. هناك أعمال كثيرة له متأثر بكثير من الفنانين نالت إعجابي وتأثرت بها حقا. حقيقة الفنان الشاب محمد تحسين كان واحد من تلاميذي المميزين جدا، امتاز بحسه الفني المرهف وامتاز بتنوع عطاءاته في مجال النحت خاصة، وهو يحاول جاهدا أن يكتشف نفسه من خلال الخامات التي يتعامل معها، وفي الحقيقة أثبت جدارة في هذا المضمار وله تجارب، فضلاً عن أنه شارك في كثير من المعارض التي أقامتها الكلية أو التي أقامتها الجامعة في مضمار المسابقات الإبداعية، حيث حقق نتائج متقدمة جداً في هذه المسابقات. أمنياتي له بالاستمرار والعطاء. أنا بالنسبة لي ألقي محاضرات للطلاب عن النحت البارز فصل أول، فالمواضيع مواضيع هندسية، مواضيع أشكال، يعني مثلاً كافتراض بورتريت أشكال هندسية، هاي الطريقة وهاي الصيغة. أكو مرحلة بعدها هي مرحلة الصبي، إذا كملنا مثلاً إن كان نحت البارز أو إن كان نحت مجسم، مرحلة الصبي هي مرحلة البورك. عائلة فنية من بابل يمارس جميع أفرادها الفن التشكيلي ليفتتحوا ورشة في منزلهم تعنى بالفن التشكيلي والتدريب عليه. مزيد من التفاصيل عبر هذا التقرير. اللي يعني زرعت بداخلي وخلتني أتوجه للفن، يعني هو أنا أعتقد أول مرة خلي أقول الموهبة اللي جت بالفطرة، وبديت هاي الموهبة يعني أشتغل عليها بعفوية. يعني إحنا كنا نروح مثلا للشط نصبح وناخذ هذا الطين الحري ونسوي تماثيل، ونتبارى أيهما يعني أكبر تمثال، أيهما يعني هذا الأجمل. إحنا حقيقة ما كنا يعني نخلي نقاط على الجميل والقبيح بس على ضخامة العمل، هاي المجموعة اللي أنا كنت أروح وياها. فهاي قمت أقارنها من صار عندي وعي، يعني من عبرت مرحلة الطفولة العادية صار عندي وعي، قمت أقارنها ويا الأشياء اللي أشوفها ما كنا نشوفها القد يعني، ولذلك عيوننا مشبعة بلون النخلة وبلون الطبيعة. الأساس الرصيد اللي أنا اللي شئت عائلة فنية حقيقة، يعني من أب وعم،
عمامي الأغلبية يعني مو بس عم واحد كلهم فنانين، وحتى فن الخط العربي همتين عمامين نفس الحالة همتين يعني بكل المجالات ما شاء الله احنا العائلة فنية يعني. اي فاحنا اخذنا هذا المسار حقيقة يعني بعد الموهبة بالمناسبة يعني الموهبة هم انطت فد حافز هم حلو المسيرة هاي الفنية الحلوة. وأنا حتى من كنت صغير أبوي كان دائما هو أنا السفير مالته وياه وين ما يروح على الطبيعة نرسم أساعده أنطي ألوان زين خلاني أتعرف عليهم من أنا صغير زين. فنشأت عندي يعني أساسيات اللوحة من أنا طفل يعني لحد ما كبرنا وظليت اشارك بالمعارض المدرسيه يعني هواي مجالات ادخل بها بالفن لحد ما يعني مرحله الدراسيه وصلت بها خلاص انه انا لازم اطب بهذا المجال ولازم استمر هذا المسار اللي عائلتي حقيقه يعني مشوا به. في معرض الأستاذ الفنان يعني محسن الشمري وادي، فهي يعني شلون مثلا نقول شيء مثل الوراثي يعني موجود بالجينات النفسية لهذه العائلة. فأنا يعني في مجال الفن التشكيلي أخواني واحد فنان تشكيلي يعني رسام والثاني خطاط، عمامي فنانين تشكيليين وشعراء خطاطين ومسرحيين يعني شيء تربت عليه العائلة. أنا حبيت مجال الفن طبعا من بابا يعني من كان عمري تقريبا 5 سنوات 6 ما بين هذه السنوات أنا بديت أراقب بابا يعني عفت الروضة وما أعرف إيش، فقعدت ويا بابا من شفته يرسم وشون يحرك إيده والألوان يعني حقيقة جذبني هذا الموضوع فحبيت أتطرق لهذا الفن. وطبعا ماما كان لها دور كبير بهذا الشيء وأخواتها ماتية. ولا ندعوكم لمتابعة فقرة هذا كتابي. أنا مريم الصيفي وهذا ديواني الأخير ويبوح الصمت، وهو صادر عن دار الإسراء للنشر والتوزيع. على غلاف هذا الكتاب ويخضر الكلام، يبوح الصمت بالأحلام تنمو، على مهل فيخضر الكلام، وتورق في الغصون ظلال همس، ويشرق في براعمها ابتسام، ويجري في العروق النور ومضا يضيء بما يجود به انسجام، وتدن الروح من أمل تراءى ندي العطر يحمله يمام. في الحقيقة هذا الديوان يشتمل على مجموعة كبيرة من القصائد، منها القصائد العمودية وهي في القسم الأول من هذا الكتاب، وأخذت تقريبا نصف الكتاب. أما القسم الثاني فهو جميعه قصائد من قصائد التفعيلة وهي متنوعة الموضوعات، وعبرت عما يلوج في النفس والخاطر من مشاعر ومن وتصوير لأحداث قد تكون حصلت. هي متعددة الموضوعات ومتعددة الجوانب. يحلو لي في هذه اللحظات أن أقرأ قصيدة من قصائد التفعيلة في هذا الديوان بعنوان هو الحرف.
هو الحرف راق على شفة الحلم المخملي وهام، تدلى من الضوء عنقود شهد لتلقفه شفة الورد في بسمة الذكريات وتمزجه بانبهار الترانيم في همسة المقل الحائرات فيبتل فيها الكلام. هو الحرف تغزله إبرة الفن لوحات سحر يبوح بما يعتريه من الوجد إن أثقلته المعاني، وفاح من العطر ما خبأته أزاهير مرج العناقيد والسنبلات تماوج عسجدها من أصيف الحقول وغابت بيادرها في الزحام. هو الحرف كم شفه الوجد فاشتاق شمه وفاضت به الأغنيات على جدول من لحون الكلام ليهمس من ثغر أشواقه الدافئات بأجمل نغمة ويهفو إلى دفقة من حرير غناء الحساسين تبسم ملء الصباح وتلقي ظلال وشاحاتها رقة وعذوبة بسمة فتشرق فيه الصباحات تصحو شموس المحبة في الروح تغمر ألوانه الدافئات فيغفو على سطر من بياض وبين الأغاريد في بهجة الكون يسمو ويسمو ويفترش الغيمة حين ينام. ضيفنا لهذه الحلقة الأديب والباحث الأردني إبراهيم العجلوني. تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. ضيفي لهذه الحلقة الباحث والأديب الأردني إبراهيم العجلوني، حاصل على بكالوريوس لغة عربية وآدابها من جامعة بيروت عام 76 و900 وألف. عمل في مواقع عديدة في الإعلام والصحافة الأردنية، نال جائزة الدولة التشجيعية حقل الفكر العربي من وزارة الثقافة الأردنية عام 89 و900 وألف عن كتابه فصول في الفكر العربي. أصدر أكثر من 30 مؤلفاً في الفكر والفلسفة، أصدر عدة مجاميع شعرية، كتب الشعر المسرحي ومنه مسرحية رحلة ابن الأخضر. فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. مرحبا بك أستاذ إبراهيم، ضيفاً على فضاءات. حياكم الله أستاذ محمد، أهلا بكم. يعني مسيرة حافلة بالكتابة والإصدار والبحوث، ودائماً من يطلع على تجربة إبراهيم العجلوني يلمس الوجع العربي والإسلامي وهذا الألم الذي يحمله اتجاه الواقع المرير للأمة. آخر كتاب أصدرت هو نحن ومفكرو الغرب، الغرب نظرات في المختلف. يتمحور هذا الكتاب، هو مجموعة من المقالات جمعت في هذا الكتاب، يتمحور حول توضيح مصطلح الآخر الذي يستخدم من قبل الغرب في الإشارة إلينا في الثقافة العربية الإسلامية. هل ورد التعامل بهذا المصطلح، مصطلح الآخر؟ هل هناك مفردة أو مصطلح بديل على استخدم في هذا المجال؟ على الإطلاق لم يرد هذا المصطلح في حياتنا الثقافية ولا في مجاميعنا الفكرية ومرجعياتنا على الإطلاق. هذا مصطلح مستحدث وهو مترجم عن الغرب، والحقيقة هو ابن لحال يعيش الغرب منذ أقدم العصور، وهي حالة التمركز حول الذات ونفي المختلف من الشعوب والأمم والديانات والعقائد. نحن في الإسلام نعترف بوجود المختلف، والمختلف هو أنا وأنت ولكن في زمان ومكان مختلف، وضمن والاختلاف سنة كونية ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. وبالتالي نحن لا نرى على طريقة اليهود مثلا إنه الجويم أو الأمميين هؤلاء خارج إطار
الذات، يعني كل تمحور حول الذات، سواء كان تمحور غربي في المركزية الأوروبية أو تمحور يهودي في فكرة الشعب المختار والشعب الذي ينفي الأمم الأخرى من اعتباره، نحن لا يوجد هذا لدينا. المختلف هو أخي في الإنسانية، يختلف عني في الزمان والمكان، وقد يختلف في الاعتقاد، وهذا شيء طبيعي في الوجود. حتى مشاهد الوجود أيضا غربي بشود وجدد وكذا، نعم. مشهد الطبيعي مختلف، والمشهد الإنساني لابد أن يكون مختلف، وهذا الاختلاف لا يعني على الإطلاق أن هذا الذي اختلف عني هو عدو لي، بل هو موضع لدعوتي حتى يدخل الإسلام مثلا، فبالتالي حتى هذا لصالحي، نعم. لأني أنا أريد لهذا الأخ الذي أدعوه إلى ديني أريد له الخير، فبالتالي أنا أحبه بطريقة أو بأخرى، وكما قال سيدنا علي يعني إن هو الناس اثنان، نعم. إما أخ لك في العقيدة وأخ لك في الإنسانية، نعم. فالمصطلح الآخر مصطلح غربي بامتياز، وهو مصطلح يعني يعكس طبيعة الغرب في رؤية الشعوب الأخرى، في أنها تمثل حالة تخلف أو درجة ثانية أو ثالثة في سلم الترقي الإنساني، على حين أن المختلف في بلادنا هو يشكل امتحان لخلقي ويشكل توسعة على روحي، فشتان بين هذا الأمر وبين ما هم عليه في الغرب. لذلك في حياتنا لم يكن هذا مطروحا على الإطلاق. مصطلح الآخر، أتحدى أن يأتي أحد بأي كتاب من 100 سنة سابقة إلى هذا فيه هذا المصطلح. هذا المصطلح ابن هذا الزمان، وهو ترجمة ونتيجة انبهارنا في الغرب ومضاهاتنا لهذا الغرب. نعم. الدكتور ماجد حرب الذي قدم للكتاب وكتب مقدمة الكتاب، نعم. تحدث عن المعركة الشرسة بين الحق والباطل، نعم. ودعا أهل الحق للتأسي بمقولة أبي حيان التوحيدي، نعم. لا يكون الحق حقا بكثرة معتنقيه، نعم. ولا يستحيل باطلا، نعم. بقلة مقتفيه، نعم. إلى أي مدى يمكن لأهل الحق أن يكون هذه المقولة يعني مصدر تأسي لهم؟ يا سيدي، هو الكثرة ليست مقياسا، والباطل تتكثر جوانبه ويكثر منتحلوه أو معتقدوه، والحق دائما قليل من عبادي الشكور، وكثير من الناس طبعا، وكثير منهم لا يعلمون، وكثير منهم فاسقون وكذا. مقياس الكثرة هذا مقياس في الديمقراطيات الغربية الصورية التي تزعم أنها تحكم الشعب. ديمقراطية تفسيرها في اللغوي حكم الشعب، ولكن هذه فرية كبرى. أي شعب يحكم الآن في العالم؟ ثمت في أمريكا جماعة يسمونهم الليبراليون الجدد، وهؤلاء يعني يقفون وقفة ناقدة من الممارسات الديمقراطية الغربية. وقد أورد هذه القضية الدكتور عادل ظاهر في كتابه أو في مشروعه عن نقد الديمقراطية الغربية، وهو يقول إن مفهوم الأغلبية المطلقة الذي هو 51% من الأصوات الناخبين، حين تطبقه على أرض الواقع لنفترض مثلا أن 60% من أبناء الشعب ذهبوا إلى صناديق الاقتراع ووضعوا في ظاهر الأمر أوراقهم في الصندوق، ففي الديمقراطية الغربية الحقيقة الديمقراطية السورية كما يقول الدكتور عادل ظاهر، ومفهوم الأغلبية المطلقة الذي لا تتعدى فيه يعني نسبة 51%، يعني من يأتي بهذه النسبة فهو الفائز، نعم. الحقيقة هذه 51% إذا أجريتها على سبيل المثال 60% ممن يحق لهم التصويت ذهبوا وصوتوا، 60% على 51% في المحصلة في أقصى درجات التفاؤل سيكون هناك 31% فقط هم الذين قرروا مصير الدولة، وبالتالي الآن لا يكون حكم الأغلبية ولكن يكون حكم الأقلية. على حين في الإسلام لو استطعنا نحن أن نجد صيغ إجرائية لمفهوم الشورى والبيعة، البيعة لا يقوم فيها عادة إلا الذين قد تم انتخابهم انتخاب طبيعي من بين الناس تعرف أبناءها،
العشائر، المجمعات السكانية، الناس يعرفون هذا الرجل الفاضل يملك أن يمثلنا أو لا يملك. هم إذن يقررون، فيذهب هؤلاء ممثلو القاعدة الشعبية العريضة فيبايعون، فهؤلاء يؤمنون تقريبا 80% من أصوات الناس. البقية 20% هي الخبراء والعلماء أولي الأمر، هؤلاء يمثلون البقية. فإذا إذا وجدنا صيغ إجرائية لمفهوم الشورى والبيعة سنضمن الأكثرية وقد بايعت، ولكن لا تبايع على عماية، تبايع على شروط. نعم. ومن يرى إلى الشروط التي افترضها مثلا القاضي عبد الجبار المعتزلي في المغني في أبواب العدل والتوحيد، وآخر مجلدين في هذا الكتاب يقعان في حدود 1600 صفحة حول مفهوم الإمامة، انظر إلى الشروط التي ينبغي أن تتحقق في الإمام: أن يكون مثلا مجتهدا، ضليعا في أصول الفقه، مجتهدا في العربية، لأن الاجتهاد في العربية شرط لاستخلاص الأحكام، أن يكون قوي البنية وقادر وسليم معافى، أن يكون سمحا، أن يكون حريصا على الدفاع عن ديار الإسلام، يعني أن يكون له يعني صيغة أخلاقية تنسجم مع المنظومة الأخلاقية الإسلامية. وثمت بيعة على شروط: أن تحكم بكتاب الله، أن تحمي البلاد، أن كذا وهكذا. يعني هذا الحقيقة نحن أسبق من الغرب في تحقيق معنى حكم الشعب المهتدي، حكم ليس حكم الشعب بإطلاق، لأن الأكثرية قد تحكم بالضلال مثلا. نعم. لكن حين يكون حكم الشعب الذي يستظل بظلال إيمان، بظلال دين له منظومة قيمية، فيختلف الأمر. فالمقصود أنه الآن الكثرة أو القلة ليست هي الحاسمة في أمور الوعي ولا في أمور الحياة السياسية والاجتماعية. وللأسف يعني نحن في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ستتداعى عليكم الأمم تداعي الأكل على قصعتها. قال: أمن قلتنا يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير ولكنكم كغثاء السيل. كغثاء السيل. فإذا القلة والكثرة ليست هي. هناك مقال في هذا الكتاب تحدث عن دوستويفسكي المفكر الروسي. دوستويفسكي. العنوان هذا المقال الذي ضمن هذا الكتاب دوستويفسكي والأيديولوجية. يقول أنه طلب من أخيه ميخائيل أن يرسل له نسخة من القرآن، نسخة من القرآن الكريم مع كتب الفيلسوف الألماني عمانوئيل، ومنها نقد العقل الخالص، نقد العقل العلمي، نقد ملكة الحكم، وكلها تتعلق بموضوع الوجود، لا سيما القرآن الكريم. تولستوي قبل ذلك أيضا تأثر بالقرآن الكريم، تولستوي وأسلم تولستوي، هذه معلومة أيضا. نعم. تولستوي مهمة جدا. نعم. أسلم وأسلم ابن له أيضا. نعم. هناك مقولة لتولستوي يقول إنه هذا العالم لا ينقذه كالمحمدية، ويقصد به الإسلام. نعم. هذه الحقائق. هناك كثير من الفلاسفة الغرب. نعم. طلعوا على الإسلام واعتنقوا الإسلام. نعم. هذه الحقائق لماذا تغيب عن المجتمع العربي والإسلام؟ يا سيدي، هو جرت مؤامرة كبيرة على الأوروبيين أنفسهم، أي أنه في فترة ما كان ثم التوجه من الأوروبيين نحو الإسلام، فجاء الاستشراق الصهيوني الاستعماري، فوقف حجر عثرة في سبيل هذا التوجه، وقدم صورة شائهة للإسلام حتى لا تأتي هذه الشعوب الأوروبية وترى الإسلام بديلا لواقعها. يعني أكثر المفكرين الأوروبيين يعني ضلوعا في الفكر المتفرد الخارج من نطاق الأيديولوجيات والتحكمات الكنسية وغيرها، وهو كان نيتشه ينعي على الحضارة الغربية أنها وأدت تلك المدنية العظيمة التي بناها رجال أحرار في الأندلس. وشبينغلر يقول في الجزء الثالث من كتابه سقوط الحضارة هذا أنه هذا المطلق العربي يشكل أفق جمالي وأفق روحي وأفق يعني معجب بهذا. وقيل إنه اجتمع بأحد أبناء
مصر في أحد مقاهي برلين، ولما تعرف إليه وقال إنني أنا من المشرق الإسلامي، قال عليكم المعول في تغيير هذا العالم، هذا شبينلر. ثم يا سيد العزيز، أنت حين تأتي إلى شخص مثل موريس بوكاي، هذا الطبيب الفرنسي الذي كتب عن العلم وتمثلات العلم في الأديان الثلاثة، الإسلام والمسيحية واليهودية، وكيف أنه وجد بعد دراسة أنه لا يوجد أي نص في القرآن الكريم يعارض العلم، بل بالعكس هناك تشجيع على العلم ونوع تسديد للعلماء، على حين تجد في النصوص الأخرى أشياء كثيرة غير منطقية ولا تتواءم مع معطيات العلوم. مفكرون آخرون مثل جوتي مثلا، الأديب الألماني الذي حين قرأ الإسلام قال والله إذا كان هذا هو الإسلام فأنا من المسلمين، وكتب قصيدة في رثاء شهداء بدر في كتابه الديوان الشرقي للشعر الغربي، وكتب قصيدة في مدح السيدة فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، وكتب أيضا قصيدة يقول فيها إن العربي محسود على أربع نعم أنعمها الله عليه، منها هذه العمامة التي هي خير من تيجان الملوك، وهذا السيف الذي يغني عن الأسوار والحصون، وهذا الشعر الذي تطرب له أسماع الكرام، وهذه الخيمة التي رمز الحياة في هذا البلقع أو في الصحراء. كان كثير معجبون، لذلك يعني الاستشراق كان يريد أن يقف دون هذا التوجه، فجاء الاستشراق الصهيوني وبدأ يقدم الصهيوني واستعماري معا، يقدم صورة شائهة للإسلام حتى يحول دون توجه الغرب، وفعلا نجحوا في هذا، وللصهيونية دور كبير. ومعظم المستشرقين، يعني لو رجعنا إلى موسوعة المستشرقين للدكتور عبد الرحمن بدوي رحمه الله، ستجد أن أكثر من 70% من المستشرقين يهود، كول زيهر وغيره بتسمى أسماء، يعني وكلهم كان يعني يريد تقديم هذه الصورة الشائهة للإسلام حتى يحول دون توجه الأوروبيين. الآن على الرغم من أن هذا العمل جاري أيضا في تشويه صورة الإسلام، وعليه ونستطيع أن نتمثل على هذا بكثير من الوقائع، إلا أن الآن من خلال المعايشة الإنسانية البسيطة لوجود يعني جماعات إسلامية في أوروبا للعمل في ألمانيا في فرانكفورت في لندن في كذا، وبدأ الناس يرون إلى هذا النموذج الأخلاقي الإسلامي حيا يمشي بينهم. نعم، الآن أصبح شأنهم كشأن أهل أندونيسيا وماليزيا وهذه المناطق التي هي الآن أكثر المسلمين من تلك البلاد، دخلوا بسبب لطف التجار الحضاري من المسلمين وبسبب هذه الأخلاق التي تنورها أبناء تلك الشعوب، فدخلوا في الإسلام يعني زرافات وحدانا. فيعني أنا أعتقد أنه النخب الأوروبية تتوجه بحكم اطلاعها الحقيقي على الإسلام، تتوجه إلى الإسلام. وعندي مثال من ثلاث سيدات أوروبيات مسيحيات، نعم، إحداهن أولاهن هي زيغريد هونكا، الأديبة الكاتبة والباحثة الألمانية، صاحبة كتاب شمس العرب تسطع على الغرب، ولها كتاب أيضا حول ذات الله سبحانه وتعالى. وهناك أيضا الباحثة الألمانية أنا ماري شيمل، صاحبة كتاب الأبعاد الصوفية في الإسلام، وصاحبة كتاب عنوانه وأشهد أن محمد رسول الله، والتي أوصت قبل وفاتها، وهذا أمر يعني يستدعي النظر، أوصت أن يقرأ على جثمانها قبل الدفن يقرأ القرآن الكريم، آني ماريا شميل. ثم يا سيدي الباحثة الراهبة البريطانية اللي هي كارين أرمسترونغ، ألفت كتاب الحرب المقدسة وألفت كتاب في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء ثلاث نسوة أوروبيات مسيحيات أعجبنا بسيدنا محمد ودافعنا عن الإسلام ودفعنا ووقفنا يعني كل الشبهات التي يطرحها الاستشراق وأعداء الإسلام، وقفنا وقفة المدافع عنها. فأنا بعتقد أنه القرن القادم كما قال برنارد شو هو قرن الإسلام في أوروبا. نعم، أيضا حضرتك تناولت الفيلسوف الفرنسي راجيه غارودي، نعم، في عنوان غارودي، نعم، والإرهاب الغربي، وهو عنوان كتاب لغارودي، نعم، الإرهاب الغربي، نعم، والتي أو الذي رفضت المكتبات الفرنسية أن تعرضه خوفا من اللوبي الصهيوني أو بضغط من اللوبي الصهيوني، نعم، وهناك مكتبة في الحي اللاتيني، نعم، تعرضت لتهشيم الواجهة لأنها عرضت كتاب
جارودي صحيح. الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية. هذا الرجل معروف عن تاريخ أنه كان عضو في اللجنة المركزية الشيوعية الفرنسية. نعم كان شيوعيا. طلق الشيوعية والماركسية واعتنق الإسلام وأصبح داعية. يعني ما الذي يدعو رجل يصل إلى هذا المستوى في الفكر الماركسي والشيوعي أنه يطلق كل هذه الأيديولوجيات ليعتنق الإسلام ويصبح داعية؟ يا سيدي روجيه جارودي رحمه الله، أنا أستذكر واقعة. أنا حين أصدرت مجلة المواقف في العدد الأول أرسلت رسالة لروجيه جارودي رحمه الله وقلت أنا شاب في الشرق الأوسط، وكنت شابا حينئذ وما زلت شابا الله يبارك. فقلت أنا شاب في الشرق الأوسط أريد إصدار مجلة سجالية فكرية وسميتها المواقف، وأخذت اسمها من كتابين، المواقف للنفري والمواقف للإيجي، يعني أحدهما في علم الكلام وأحدهما في التصوف. ويعني أحب أن أزين عدد الأول من المواقف بمقالة منكم، فكان أن استجاب لدعوتي وأرسل لي مقالة في الفرنسية وترجمتها زميلة لنا كانت في جريدة الرأي اسمها ليما نبيل بارك الله فيها، وفعلا صدر هذا المقال في العدد الأول من المواقف. روجيه جارودي يمثل حالة من هو أشبه في تاريخنا في حالة سلمان الفارسي. سلمان الفارسي وجد نفسه في بيئة الفرس وبيئة عبدة النار وسدنة النار وما شابه ذلك، وكان عنده قلق روحي، فمضى وتعرف إلى بعض النصارى وبعض الرهبان، ثم انتقل من راهب إلى راهب ومن دير إلى دير، وكلهم يبشر بوجود بمقدم نبي في هذه المنطقة سيأتي عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم تطورت تجربة الروحية حين ذهب إلى المدينة المنورة، ثم ذهب إلى الرسول، ويعني كان من شأنه أن أسلم وحسن إسلامه وأصبح طبعا من كبار الصحابة رضوان الله عليهم. هذا القلق الروحي كتب عنه محمد عبد الحليم عبد الله رواية في مصر بعنوان الباحث عن الحقيقة. فروجيه جارودي في اعتقادي هو أحد الباحثين عن الحقيقة في الغرب، وقد جره ذلك إلى أن يبلو كل ألوان الانتماءات الأيديولوجية والسياسية والحزبية والوجودية، وكان في مستخب يعني أوروبا يعني خصوصا فرنسا مليئة بكل هذه التيارات. فالرجل بعد هذه المعاناة كلها استقر أمره على هذا الدين، على الإيمان بالإسلام، ومنذ ذلك الحين وهو موضع نكاية وحرب وكيد من هيئات كثيرة. هم يعني دمروا واجهات المكتبات بسبب كتابه هذا، هم محرضوه للمحاكمة، ولولا أن الأب بيير أحد الرجال الكنيسة وقف معه لكان أمره عجب يعني. وبحمد الله هو بقي يكتب إلى أن بلغ 90 من عمره، يعني ناس يرون أن الحيوية الفكرية مرتبطة بالشباب أو بالكهولة، ولكن هذا الرجل بلغ يعني الشيخوخة متقدمة، ولكن بقي عقله شابا وكتب وعود الإسلام وكتب مبشرات الإسلام وكتب كتب جميلة جدا. وطبعا كان كتابه يعني بداية توجهه عن الإسلام هو كتاب حوار الحضارات، لأنه بعد ما هو كتاب عن فكر هيجل. وأنا باعتقادي أنه هيجل رجل لاهوت، يعني هو صحيح الجدل الهيجلي ورثه الماركسيون فجعلوا المطلق فيه المادة، على حين أن المطلق عند هيجل هو الفكرة أو الله سبحانه وتعالى، فأصبح لديهم كما يقول فيورباخ اللاهوت المادي عندهم. وأنا من هذا الباب أعتقد أن اليساريين عموما أو الشيوعيين أو المادين ديالكتيكيين لا يحق لهم أن يخرجوا علينا بفكرة أنهم هم تقدميون والآخرون رجعيون، لأن الحقيقة الرجعية الحقيقية هي الارتباط بالمادة، الروح هي التي تقود الإنسان في خطى التقدم عبر التاريخ وليست المادة. فلذلك أنا دائما بقول ثمة رجعية ماركسية، يعني لا ينبغي لأحد أن يخرج على المسلمين أو على أصحاب الدين بوجه عام بفكرة أن الدين تخلف رجعية، في حين أن الفكر المادي تخلف فكر تقدم، الحقيقة عكس ذلك تماما. نعم، بدي أن أيضا أسلط الضوء على كتاب آخر لحضرتك وهو من الكتب الجديدة، كتابك إسلام ومسلمون. نعم. يعني
أشار الكاتب الدكتور عزمي طه السيد أحمد الذي كتب أيضا مقدمة هذا الكتاب إلى مقولة لك تقول فيها: أنا أقاوم الصهيونية والاستعمار إذن أنا موجود. وهي يعني مستخلصة أو مستنبطة من أنا أفكر إذن أنا موجود. هذه المقولة خطيرة جدا في 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 عصرنا هذا وفي ظل هذه الظروف. يعني كيف ممكن أن تتبنى هذا الشعار؟ يعني فكرت بما ستتحمل من أعباء أمام هذا الشعار يا سيدي. هذا الأمر يعني يحسمه أن نفكر في قضية مهمة جدا في تاريخنا الإسلامي بل في اعتقادنا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي أن المقصد الأسنى والمقصد الأعلى للرسالة المحمدية هو رحمة الخلق. الآن الفقهاء يقولون ثمة مقاصد أخرى، مقاصد الحفاظ على النسل وعلى الحياة وعلى العقل وعلى الدين. هذا كله جاي يأتي في ظلال هذا المقصد العظيم، المقصد الرئيسي للإسلام. إذن أنا المقصد الأعلى لديني هو الرحمة بالخلق، المقصد الأعلى للرأسمالية والصهيونية هو سحق الخلق. إذن لا يمكن لي أن أنضوي تحت راية الإسلام حقيقة ما لم أكن قد وقفت وقفة وجودية حقيقية ضد هذا المقصد الصهيوني الاستعماري. الاستعمار يريد أن يفني كل من يقف ضد مصالحه، وطبعا مصلحته الرئيسية أن يعني ينهب خيرات الأمم ويدمر الأمم ويقتل أبناء الأمم، وكذلك هكذا الفكر الصهيوني. فبالتالي أنا أعتقد أنه لا يمكن أن تستشعر حقيقة وجودك كإنسان مؤمن بالله ومؤمن بهذا المقصد الأعلى لرحمة الخلق دون أن يكون لك موقف وجودي من الصهيونية والاستعمار. إذن أنا أتلمس حقائقي كإنسان بقدر ما أقف في مواجهة الاستعمار والصهيونية، غير ذلك هو تلبيس. نحن في بعض الأحيان بعض الناس يرون: يا أخي لماذا الانغلاق؟ ليس انغلاقا يا أخي، أنا أقول لأي إنسان في العالم: أنت أخي، أنت توسع على روحي، أنا أريد لك الهدى حتى حين أدعوك للإسلام. لكن ثمت من يقول: افني كل شخص خارج دائرة الذاتية، أنا وبعدي الطوفان، أنا والبشرية كلها هباء، إذن كيف لي أنا أن أحقق ذاتي ووجودي ما لم يكن لي موقف مبدئي وخلقي ووجودي من هذا، من هذه الشراسة ومن هذا النكوص الأخلاقي الذي يتمثل في الاستعمار والصهيونية وهذا التحالف الشرس بينهما. انظر إلى غزة، انظر إلى فلسطين، انظر إلى كل أنحاء العالم، ما الذي يجري؟ هذا الاستعمار. أنا في اعتقادي كان أديبنا الراحل أديب عباسي رحمه الله، وهو من أبناء مدينة الحصن في الأردن في شمال الأردن، وهو من إخواننا المسيحيين، كان يقول: إذا عثرت في الطريق بحجر فاعلم أن بريطانيا قد وضعته أمامك. أنا باعتقادي على هذا على هذا القياس كل جريمة في الأرض هي جريمة وراءها الصهيوني. على سبيل المثال الجانب المالي، الآن كل شعوب الأرض مرتهنة للبنوك، البنك الدولي وغيره، وهذا النظام الربوي العالمي يمتص دماء الأمم، وكل في أوروبا وفي أمريكا كل شخص من الأمريكان الأوروبيين مرتهن بكل معنى الارتهان للبنوك والنظام الربوي العالمي هذا الموجود. وهذا من يقود هذا النظام؟ اليهود. بدي أسلط الضوء أيضا على جانب آخر من إبداعات إبراهيم العجلوني. أنت بدأت شاعرا في الإصدارات، أول إصدار لك كان تقاسيم على عام 73، تقاسيم على الجراح، صدر في بيروت ديوان شعر. ثم انتقلت أو أخذت الجانب البحثي، جانب الاهتمام بمشاكل الأمة ومعاناة الأمة والواقع المرير، وعدت إلى الشعر عام 2018 وأصدرت الأعمال الشعرية. يعني ما بين 73 إلى عام 2018 كل هذا العمل، يعني
كان بين الشعر، لكنك لم تكن حريصا على أن تقدم نفسك شاعرا، لماذا؟ والله شوف، أنا بدأت فعلا شاعرا، ثم ثم بعد ذلك كتبت القصة وكتبت الرواية. أنا عندي رواية صغيرة اسمها الوجوه، سميتها محاولة روائية، وأنا في ذلك على أثر العقاد، لأنه ليس له إلا رواية سارة، شايف؟ وأنا بالمناسبة بعتقد أن أستاذي الأول والأخير هو العقاد. العقاد كان رجل عصامي وبنى نفسه بنفسه، وكان حتى حين عرضت عليه الدكتوراه الفخرية من إحدى الجامعات قال لهم: أنا فوق قباب جامعاتكم. والعقاد له 114 كتاب، أي منها هذه الكتب يعني لو أردت أن تستبدل به عشرات من رسائل الدكتوراه لرجح بها. إذن المسألة هنا أنه يبدأ الإنسان كما يقول بعض الفلاسفة: نبدأ شعراء وننتهي حكماء. يعني الحس مستوفز، مواجهة العالم كأنك يعني شجرة بلا لحاء، يعني كل شيء في هذه الدنيا يؤثر فيك، يعني يستخرج منك دهشة أو ألما أو فضولا أو ما شئت. ولكن بعد إذن حين يعني تحدق في الواقع وترى الأمور في كلياتها ستنحو منحى التفكير الهادئ والتفكير الفلسفي والتفكير والحكمة إذا صح التعبير. فالحقيقة أنا بدأت شاعرا وانتهيت إلى أن أعنى بقضايا الفلسفة، ولكن على غير ذلك النحو الأكاديمي من الدراسة الفلسفية. فأنا مثلا في بداية الثمانينيات ذهبت لأستكمل دراسة الماجستير، دبلوم ماجستير الفلسفة. فلما أن مضيت شهر أو شهرين في هذه الدراسة تبين لي أن الفيلسوف لا ينبغي أن يدرس على أحد، ولا في أي مساقات ولا في أي منعرجات مرسومة. ينبغي للفكر أن ينطلق في رحاب الكون، وأن يعني وخصوصا احنا كتابنا القرآن الكريم، انا باعتقادي هو اكبر كتاب في الحكمة، وبالعكس يقود خطى الفلاسفة في طرائق الرشاد وفي يعني مفاوز التفكير وما شئت. فأمة لديها الكتاب الله، ثم بعد كتاب الله لدينا الحديث النبوي وهو الحكمة ايضا، ثم لدينا شخصيات مثل سيدنا علي بن أبي طالب، مثل سيدنا عمر، ومثل سيدنا أبو بكر، يعني حقيقة، وعلماء ونحرير وعلماء كلام وعلماء أصول الفقه. يعني أنا يرد على ذهني الآن في كتاب الإرشاد أو القياس للإمام الجويني مثلا، ثمت باب اسمه باب في الترجيح، باب في الترجيح. أزعم لو أن هذا الباب ترجم إلى اللغات الحية في هذا الزمان لحار فيه كبار المفكرين في دقة المصطلح وفي عمق الرؤية وفي نفاذها، وهذا باب في كتاب. فانظر إلى آلاف المخطوطات التي لم تحقق بعد من تاريخنا. نعم، هل بالإمكان نختم هذا الحوار بأن نسمع شيئا من شعر إبراهيم العجلوني؟ الله يا سيدي، طالما أننا في رمضان أنا لي قصيدة. نعم. كتبتها عام 68، يعني قبل 51 عاما، اسمها شروق. نعم. أقول فيها: رأيتك في بهيم الليل حلما وأنوارا وأنساما ونعما، وكنت أراقص الأحزان وحدي وأكرع أكؤسا أترعن هما، وإذ يحلو البكاء أروح أبكي وأضحك إذ يكون الدمع دما، مهازل خطها في الرمل وهمي فخطتني على الأيام وهما، وأطياف سرقن ربيع عمري ولم أنبس بأين ولم وعما، وقلت يجيء سوف يجيء حتى سطعت منائرا والليل أعمى، فهل أشرقت من قمم احتراقي وهل روحي سكنت وعشت قدما. يعني هذه من مذكور ما أحبه. جميل 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 جميل. في أنا في الأعمال الأخيرة الحقيقة جمعت ما كنت نشرته في دواوين مفردة،
ثم أضفت إليه ما كتبته أخيرا، وفيه بعض مثلا قصيدة موجهة للدكتور ناصر الدين أسد رحمه الله، رحمة الله عليه. الوقت الوقت داهمنا، يعني أنا أمام أنا في حضرة موسوعة حقيقة، لا تكفينا ساعات وساعات حتى نستطيع أن نقف على يعني نافذة من نوافذ هذه الموسوعة. يعني دعائي أن يحفظك الله الله يبارك فيك أستاذ، ومزيد من العطاء ومزيد من هذا الإصرار والثبات في الدفاع عن فكر الأمة وعقيدتها. حياك الله وحيا هذه الفضائية العربية الأصيلة التي نرجو منها كل خير إن شاء الله، وأول ما نرجو منها هو تصعيد وتائر العقلانية في هذه الأمة التي غاب عنها العقل. شكرا لك، شكرا لك الباحث والأديب الأردني إبراهيم العجلوني، شكرا لك. العفو يا حبيبي. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.